توجيهات هامه للمزارعين للوقايه من الامراض غسيل وتعقيم الايدي قبل البدء وبعد العمل لبس القفازات اثناء الجني او الحصاد ارتداء الكمامه اثناء الجني او الحصاد او الفرز والتعبئه جمع المنتج الزراعي في عبوات نظيفه فرز وتعبئه المنتج الزراعي في مكان مغلق ونظيف غسل وتنظيف المنتج الزراعي تعبئه المنتج النهائي بعبوات جديده ونظيفه اغلاق او تغليف عبوات المنتج الزراعي النهائي تخزين المنتج الزراعي في مكان مغلق ومبرد نقل المنتج النهائي بسيارات مغلقه ومبرده وبذلك يصل المنتج الزراعي نظيف وامن الى المستهلكين بمشيئه الله